الشاشة واضحة يا جماعة كده؟ أيوة يا دكتور، واضحة وتمام. يا دكتور، هو بالنسبة للكوز هيبقى امتى يا دكتور؟ حاضر يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله يا جماعه هنبدا المحاضره الخامسه، تمام؟ ان شاء الله يا جماعه الكويز باذن الله تعالى هيكون الاسبوع اللي جاي الساعه 11، يوم الاحد اللي جاي الساعه 11 باذن الله تعالى اونلاين. الكويز هيكون على اول اربع محاضرات وعلى اول شيت، تمام؟ يبقى ان شاء الله الكويز يوم الاحد اللي جاي الساعه 11، هناخد المحاضره باذن الله تعالى ساعه كده، ساعه الا ربع، ونعمل الكويز بعد المحاضره على طول. الكويز هيكون حوالي ربع ساعه او ثلث ساعه على حسب محطوط الاسئله، لسه ما حطيتهاش. هيكون على اول اربع محاضرات وعلى اول شهيد. وطبعا الناس تذاكر المحاضرات، المسائل اللي في المحاضرات ومسائل الشتات والمسائل اللي في الكتاب اللي احنا ما حللناهاش. يعني المسائل الكتاب مهمه جدا يا جماعه، بحيث ان ممكن اجيب لك مساله من الكتاب ما غير ارقام بتاع، فريد ايه تبص في الكتاب وانت بتذاكر ان شاء الله. دكتور، طب هو حضرتك اللي هو يعني هو الساعه الاسبوع الجاي الساعه 11 صح؟ انا مستمع عبد الرحمن بتقول ايه؟ الحد الجاي الساعه 11؟ الحد الجاي الساعه 11 ان شاء الله. يعني محاضره النهارده مش داخله صح دكتور؟ لا، المحاضره بتاعت النهارده مش داخله في الامتحان. تمام، اوكي. الاسبوع اللي فات هي اللي دخلت الامتحان ان شاء الله. تمام، اوكي. ماشي. برضه يا جماعه المسائل اللي حللناها الاسبوع اللي فات في المحاضره داخله في الامتحان. يعني المسائل بالنظري بالامثله المحلوله اللي في الكتاب داخله في الامتحان، انما الشيت نفسه مش داخل. هتبقى الناس عارفه، بس عشان لو جبت مساله على الديزاين ما حدش يقول لي انت قلت الشيت الثاني مش داخل، انا اقول مسائل الشيت الثاني بس اللي مش داخل. انما النظري والمسائل اللي شرحتها الاسبوع اللي فات داخله في الامتحان. ماشي يا جماعه؟ تمام. يعني مسائل الشيت الثاني مش داخله في الامتحان. انما المسائل بتاعت المحاضره داخله في الامتحان. تمام، انتم حضرتك. ان شاء الله يا باشمهندسين النهارده هنتكلم على كام جزئيه كده. المحاضره يعني تميل الى النظري اكتر من المسائل، بس برضه في مسائل، وهقول لك على المسائل اللي عليك ان شاء الله وانا شغال. هنتكلم اول حاجه يا باشمهندسين على حاجه اسمها فلود لايتنج. حد عارف يعني ايه فلود لايتنج يا جماعه؟ كترجمه حتى. باشمهندسين، حد عارف يعني ايه فلود لايتنج؟ ترجمتها يا جماعه. طب فلودنج يعني ايه؟ دكتور، هو فلودنج اللي هو فيضان. تمام. طب فلود لايتنج بقى؟ فيضان الضوء. او الغمر الضوء، او الضوء بالغمر. يعني إضاءة شيء، بس أنا إيه؟ هغمر الجسم كله بالإضاءة. تمام؟ فالفلود لايتنج يا جماعة هي إيه؟ عملية الغمر الضوئي. إن أنا عندي جزء معين أو سيرفز معين مساحته كبيرة وعايز أعمل له إضاءة بشكل كبير. طيب، الكلام ده بيكون موجود فين؟ بيكون مثلا موجود في لوحات الإعلانات، أو موجود في واجهات المحلات التجاريه، او ان انا عايز اعمل اضاءه مثلا لجزء من مبنى، تمام، او اعمل اضاءه لمكان معين بحيث ان انا اسلط عليه ضوء، يبقى الضوء ده قيمته كبيره جدا بحيث المكان ده يكون يعني مضاء بشكل كبير. طيب الاضاءه دي بتكون عامله ازاي يا جماعه؟ هل زي اللي احنا خدناها ولا لها نظام مختلف؟ القوانين بتاعتها نفس القوانين،
ولكن الديزاين بتاعها بيكون مختلف شويه. بمعنى ايه؟ ان انا لو عندي مثلا في جزء ده عايز اعمل له اضاءه او عايز اعمل له فود لايتنج، في عنده نوعين. لو في امكانيه ان انا احط البروجيكتور اللي هو الكشاف يعني اللي عندي على ارتفاع معين يبعد مسافه افقيه عن المكان ده، بحط الكشاف بالمنظر ده، يبقى عند البروجيكتور او الكشاف اللي هنا تمام، وبيسلط الضوء على المكان اللي انا عايز اعمل له ايه؟ عايز اعمل له اضاءه. المسافه الافقيه ده بتكون حوالي مثلا من 15 ل 30 متر، من 15 لكام؟ ل 30 متر. واشعه الضوء اللي طالعه من البروجيكتور بتكون بين 25 الى 30 درجه. من 25 الى كام؟ الى 30 درجه. ده لو في امكانيه ان يبقى في عندك تحط البروجيكتور بتاعك على مسافه من 15 الى 30 متر عن المكان اللي انت عايز تعمله اضاءه. وطبعا يا جماعه البروجيكتور ده يكون عباره عن طور كده، والطور ده عليه مجموعه من اللمبات محطوطه بشكل معين، كم صف في كم عمود، ومتسلطه على المكان اللي انا عايز اعمل له اضاءه، بحيث لما اسلط الكلام ده على المكان ده يغطي لي كل المكان اللي عندي. انا بوزع عدد الصفوف وعدد الاعمده بحيث المكان كله يكون ايه؟ يكون مضاء بقيمه اللكس المطلوب. اللمبات المستخدمه في الحاجات دي بتكون عاده اللمبات من اللمبات ال 250 او 1000 واط من النوع جاز في التنجستين لامب. ده بالنسبه لو المكان يسمح انك تحط البروجيكتور بتاعك على مسافه 15 الى 30 متر. طب لو مسافه، لو مكان ما يسمحش عند حضرتك بقى، يعني لو مفيش مسافه تقدر تحط فيها البروجيكتور، بضطر احط البروجيكتور بالمنظر اللي هو في الشكل رقم بي. بالمنظر ده يا جماعه بيبقى فيه مسافه صغيره، فانا بعمل ريفليكتور عاكس على البروجيكتور بتاعنا، بحيث ان انا البروجيكتور يغطي لي برضه المساحه اللي انا عايز اعمل لها اضاءه باللكس المطلوب. طيب القانون اللي احنا خدناه اللي هو الفلكس عباره عن ايه؟ الفلكس هو عباره عن الاي في الاريا على الايتا في البي. وقلنا الايتا ده سميناه ايه المره اللي فاتت؟ الايتا ده سميناه بوزيشن فاكتور، والبي هو عباره عن ديبريسيشن فاكتور او نسميه المينتيننس فاكتور، والاثنين دول بيكونوا اقل من الايه؟ اقل من الواحد الصحيح. يبقى بالتالي ده قيمه الفلكس الايه؟ اللي اقدر اطلعه من الكشاف اللي عندي. طيب التوزيع بتاعنا برضه بيكون عامل ازاي؟ بقدر اشوف الطول والعرض قد ايه واوزع عدد الكشافات اللي عندي على البروجيكتور، كام واحد طول وكام واحد عرض. يعني مثلا لو عندي 10 كشافات يبقى ممكن اعملهم 2 في 5، لو عندي 12 ممكن اعمل 3 في 4 على حسب المساحه اللي عندي، طول قد ايه وعرض قد ايه. طيب لو احنا عايزين ناخد مثال على الكلام ده، احنا عندنا يا جماعه مثالين محلولين في الكتاب، مثال صفحه 85 ومثال صفحه 87. في عندنا مثالين على الكلام ده محلولين، صفحه 85 و87. برضه يا ريت الناس تبقى وتذاكر تبص في المثالين دول. طبعا مش هشرحهم، ان في السكشن هيتشرح حاجه زيهم عشان بس ما تضيعش وقت المحاضره. يبقى انا دلوقتي عندي مثالين في الكتاب وعندك ان شاء الله مثال في الشيت. الجزئيه الثانيه يا باشمهندسين هناخد حاجه اسمها الارتفيشال سورسز اوف لايت، اللي هو مصابيح الاضاءه او مصادر الاضاءه الصناعيه. الناس بقى تركز معايا يا باشمهندسين لو سمحتم، علشان النهارده ان شاء الله هشرح كل انواع المصابيح دي بالتفصيل. فدلوقتي احنا عندنا انواع المصابيح او انواع الاضاءه اللي عندنا يا باشمهندسين، في عندنا ثلاثه او اربعه كاتيجوريز للسورسز اللي عندنا. اول حاجه بنسميها المصابيح المتوهجه، والثانيه مصابيح التفريغ الغازي، والثالثه المصابيح الموفره للطاقه، والرابع مصابيح الليد. هنتكلم على اول نوع المصابيح المتوهجه، وده في منها نوعين بنسميها مصابيح التنجستن العاديه، وفي حاجه اسمها مصابيح التنجستن الهالوجينيه. تمام. النوع الثاني اللي هو مصابيح التفريغ الغازي، او ساعات برضه بنسميها مصابيح التفريغ الكهربي، دول منهم حوالي ست انواع. في مصابيح فلورسنت اللي احنا عارفينها العاديه، وده برضه ممكن نسميها مصابيح الزئبق منخفض الضغط،
مصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي، مصابيح الصوديوم ذات الضغط المنخفض، مصابيح الزئبق ذات الضغط العالي، مصابيح الحليب المعدني، وفي لمبات النيون. دول كده كل ده يندرج من تحت مصابيح التفريغ الكهربي، لان فكره علويهم كلها تعتمد على عمليه التفريغ الغازي او التفريغ الكهربي. النوع الثالث مصابيح موفره للطاقه، وده كانت ظهرت من فتره كده انها بتدي ضوء ابيض زي لمبات الفلورسنت كده شمسين، وبيكون اللكس بتاعها والليومنز بتاعها عالي بالنسبه للوقت، بس كانت المشكله بتاعتها ان السعر بتاعها ايه؟ غالي. حديثا ظهرت اللمبات الليد اللي هي بتكون القدره بتاعتها صغيره جدا، وقيمه الليومنز اللي طالعه منها كبيره، بس برضو ما زال سعرها ايه؟ سعرها غالي، وهنتكلم عن كل حاله من دول بالتفصيل. اول نوع على المصابيح المتوهجه، هنتكلم عن الكنديسة لامب او اللمبه العاديه اللي كنا عارفينها طبعا قديمه زمان. اللمبه دي كانت بتدي ضوء اصفر، وكان التركيب بتاعها بيكون عباره عن بلب كده من الازاز، وفي قاعده طبعا من المعدن، وفي هنا الفتيل بتاعها مصنوع من ماده التنجستين. بتتكون اشمعنى الماده ديت من التنجستين، والازاز ده مليان بغاز خامل. الغاز ده بيكون عاده من الاربون او الهيدروجين، والضغط بتاعه بيكون حوالي 1.5 ضغط جوي. طيب اللمبه ده شمسين فكره عملها ايه؟ فكره عملها ان لما بمر تيار الفتيله بتاعت اللمبه، الفتيله اللي عندها بتسخن، لما بتسخن بتتوهج وبتطلع منها ايه؟ حراره، والحراره دي بتعمل على شكل ايه؟ على شكل ضوء. وبيستخدم ماده التنجستين علشان اصنع الفتيله، لان الماده دي شمسين تمتاز بصلابتها وتحملها لدرجات الحراره العاليه. يعني الفتيله بتاعت اللمبه دي بتستحمل درجه حراره عاليه وماده ايه؟ صلبه. طيب وبرضه بتتميز انها ايه؟ ضعف معدل البخر. يعني ايه معدل البخر يا جماعه؟ يعني المقصود ان السلك نفسه، المعدن بتاع السلك، بيتبخر بنسبه قليله مع ارتفاع درجه الحراره. الفتيله اللي عندنا دي بتتحط وسط بلب كده بتحتوي زي ما قلنا على غاز خامل، هو عباره عن الاربونومين والنيتروجين، والضغط بتاعه 1.5 ضغط جوي. تمام؟ لان الضغط المرتفع بيعمل ايه؟ لو بحطه على 1.5 ضغط جوي، ده بيخلي لي بيعمل لي ان معدل البخره بتاع ماده التنجستين بينخفض، وبالتالي بيزيد لي من عمر المصباح. برضه الوظيفه بتاعت الغاز ده شمسين بيمنع سلسله الفتيله عند ارتفاع درجه الحراره. تمام؟ طيب المصباح ده شمسين، المصباح ده ايه السمات بتاعته؟ او ايه المميزات بتاعت الايه؟ المصباح ده. المصباح ده شمسين اول حاجه عندنا ان الافشنس بتاعته تقريبا 10 ليومن لكل وات. يعني لو عندنا لمبه حوالي 100 وات، يبقى انا هاخد منها كام؟ حوالي 1000 ليومن. طبعا الافشنس ده نسبتها ايه؟ منخفضه مقارنه بمين؟ مقارنه باللمبات اللي جايه ان شاء الله. المميزات بتاعتها برضو ان اللون بتاعها درجه حراره اللون 2800. لو بصيت في الرسم اللي كنا جايبينها قبل كده، كنت هتلاقي اللون عند درجه حراره 2800 كان لون تقريبا اصفر. السي ار اي بتاعها حوالي 100. العمر بتاعها من 1000 ل 4000 ساعه. طبعا عمليه الفتح والقفل بتاعتها ما بتحتاجش الدوائر الخاصه، مجرد بس سويتش كده اون اوف. ممكن اتحكم في الاضاءه بتاعتها، عندنا طريق ان انا اتحكم في قيمه البورد، وممكن لو البورد نزل لحد 50% ممكن اللمبه تشتغل عادي، بس هتطلع لك باور يتناسب مع ايه؟ مع مربع البورد، لان انت عارف ان الباور بتاعتها عباره عن في تربيه على مين؟ على ار، والار تقريبا الى المقاومه بتاعت اللمبه تقريبا ثابته، لو قلنا مش هتتغير بدرجه الحراره، يبقى اذا ان الباور تتناسب مع مربع الايه؟ مع مربع البورد. ده بالنسبه للمبه اللي احنا عارفينها، وطبعا مجالات استخدامها شمسين بتكون في السيارات وفي اشارات المرور وفي المنازل القديمه يعني، وفي الخدمات الشنطه. ده بالنسبه لاول نوع من اللمبات اللي انا بسميه الكنديسنت ايه لامب.
في اي مشكله يا جماعه في اللمبه ده؟ ناخد بقى الجزء المهم اللي عليه مسالتين، اللي هو ازاي اعمل ديزاين او ازاي اجيب الابعاد بتاعه الفتيله بتاعه اللمبه مع الجهد والتيار المتسلطين على اللمبه. الناس بقى تركز معايا يا باشمهندسين لو سمحتوا كده. دلوقتي يا باشمهندسين انا عندي الفتيله بتاعه اللمبه مصنوعه من ماده التنجستين. الفتيله دي لها كروس سكشن اريا A ولها دايمتر D ولها طول L ومر فيها تيار مقداره R. يبقى الفتيله اللي عندنا معموله بالشكل ده يا باشمهندسين لها كروس سكشن اريا A ولها دايمتر D ولها طول لما نفرقها كده هيدينا طول مقداره L. انا اولا افرض ان الحراره اللي اتولد لكل ثانيه تتناسب مع الحراره المفقوده بواسطه الراديشن، يعني الحراره اللي هتولد من اللمبه بتساوي الحراره نتيجه الايه؟ الراديشن. طيب الباور اللي هتاخدها اللمبه دي بتساوي كام؟ انا لسه قال ان الباور عباره عن الفي تربيع على ار او الاي تربيع في الار. الباور اللي ايه؟ اللي بتاخدها اللمبه. الار ده الريزستنس بتاع فتيله اللمبه والاي ده الكرنت اللي بتمر في مين؟ في الفتيله. يبقى اي تربيع في ار، الار عباره عن ايه يا جماعه؟ ده عباره عن سلك. يبقى روف ال على مين؟ على ايه؟ طبعا الرو حضراتكم عارفين ريزستنتي للفتيله من الماده بتاعت الفتيله، والال الطول بتاع الفتيله، والايه ده الكروس سكشن اريا بتاع الفتيله. يبقى اذا الاي سكوير في الار، الار رو ال على ايه؟ فده الرو ال. طب الايه ده عباره عن مين يا جماعه؟ مساحه المقطع. طب مساحة المقطع للسلك ده، السلك ده ليه كروس سكشن اريا A وليه دايمتر مقداره D. يبقى إذا الاريا بتاعتنا عبارة عن مين؟ باي دي تربيع على كام؟ على 4. يبقى إذا الباور اللي هتاخدها اللمبة تساوي اي تربيع في ار، يعني هتساوي اي سكوير في 4 رو ال على باي دي سكوير. طبعا الأربعة والرو والباي دول ثابتين، اللي هيتغير معايا عباره عن مين؟ الدايمتر والطول بتاع السلك. يبقى اذا الباور اللي بتاخد اللمبه اصبحت داله في مين؟ داله في التيار تربيع، وفي الدايمتر تربيع بس تناسب عكسي، وفي ال اللي هو طول الفتيله اللي عندنا. القانون ده يا جماعه فيه مشكله؟ باشمهندسين حد يرد على القانون ده فيه مشكلة كده؟ لا لا سامحني يا دكتور. طيب يبقى احنا أول قلنا يا جماعة قلنا إن هو إن الباور اللي بتاخدها اللمبة بتساوي الأي سكوير في الأر وطلعناها بالشكل ده. طيب بعد كده عارف إن الحرارة اللي بتفقد لكل ثانية تتناسب مع مين؟ تتناسب مع السيرفيس أريا في حاجه اسمها الايه؟ امسيفتي، اللي هي الانبعاثيه بتاعه الفتيله اللي انا عامل لها بالرمز سيجما. طيب يبقى اذا القانون اللي قبل كده كان عباره عن ايه؟ الحراره اللي بتفقد اللي هي اي سكوير في 4 رو ال على واي دي سكوير. ده تمثل مين؟ الباور اللي اخذتها اللمبه تتناسب مع الحراره اللي هتبعث من اللمبه اللي هي عباره عن السيرفيس اريا. السيرفيس بتاع مين يا جماعه؟ بتاع الفتيله. طب السيرفيس بتاع الفتيله عباره عن ايه؟ عباره عن المساحه الجانبيه للفتيله. احنا قلنا الفتيله اللي عندنا الدايمتر بتاعها دي. يبقى اذا المساحه عباره عن باي دي المحيط باي دي في ال يدينا المساحه الجانبيه لمين؟ الفتيله. يبقى باي دي في ال ده المساحه الجانبيه. نعم؟ ايوه يا باشمهندس. معايا شباب كده؟ يبقى الباي دي ده المحيط في ال كده جبنا المساحه الجانبيه لمين؟ المساحه الجانبيه للفتيله بتاعت اللمبه مضروبه في السجن. ال هتروح مع ال، يبقى اذا الاي
تهبير يتناسب مع مين يا جماعة؟ الدي هنا بتطلع مع الدي أصبحت دي تكعيب، والباي مع الباي تبقى باي تربيع، والأربعة رو هتنزل تحت، يبقى الآي سكوير يتناسب مع باي سكوير دي سكوير دي تكعيب على 4 رو في السيجما. طيب لو أنا افترضت يا باشمهندسين إن حضرتك إن السيجما ده ثابتة من نفس المعدن، والباي والأربعة والرو ثابتين، يعني التيار اللي عندك تربيع يتناسب مع الدي تكعيب، يعني التيار يتناسب مع مين؟ مع الدي اس كام؟ 1.5، أو إن الدي تتناسب مع الآي اس 2 على كام؟ على 3. ده المعادلة اللي أنا عايز أوصل لها علشان أحل بيها مسألة في الشيت ومسألة محلولة في الكتاب. طيب وأنا بقى شمسين عندي لمبتين، اللمبتين دول الأولى مرة فيها تيار أي 1، والثانية مرة فيها تيار أي 2، وبالتالي الفتيلة الأولى كان لها دايمتر دي 1، والثانية كان لها دايمتر دي 2. يبقى بالتالي هقول إن الأي 1 على الأي 2 سكوير بيساوي دي 1 على دي 2 لكل تكعيب. الكلام ده من المعادلة اللي هي لو إن الأي يتناسب مع الدي تكعيب، فرض إن الباي والرو والسيجما ثابتين لنفس الإيه؟ لنفس المعدن بتاع اللمبات، يعني اللمبتين مصدرين نفس الايه؟ لنفس المعدن، وبالتالي هتلاقي حضرتك ان المعادله اللي احنا هنستخدمها ان الاي 1 على الاي 2 تربيع بيساوي الدي 1 على الدي 2 لكل تكعيب. الكلام فيه مشكله يا جماعه؟ بالنسبه لليمن اللي خارج من اللمبه يتناسب مع مين؟ اليومن اللي عندك بينشا نتيجه التوهج بتاع الفتيل. توهج الفتيله يتناسب مع مين يا جماعه؟ مع الدايمتر بتاع الفتيل وطول الفتيل. يبقى اليومن اللي خارج من اللمبه يتناسب مع ال في الدي. مع ال في مين؟ في الدي. طيب لو انا عندي فتيلتين مصنوعين من نفس المعدن وعندي نفس درجه الحراره، تمام؟ وبالتالي هنلاقي اليومن اللي خارج من الاثنين ان ال 1 دي 1 يتناسب مع ال 2 دي 2، يعني ممكن اقول ان ال 1 دي 1 بيساوي ال 2 دي 2 بيساوي قيمه ايه؟ قيمه ثابته. يبقى اليومن اللي خارج من اللمبه يتناسب مع الدايمتر بتاع الفتيله والطول بتاع الفتيله. لو احنا عاوزين نشوف برضو الكاركترستيك بتاع اللمبه دي، أول حاجة يا باشمهندسين لقينا إن الكاندل باور اللي خارج من الفتيلة أو اليومنز اللي خارج من اللمبة ده يتناسب مع الجهد أس 3 و 3 من 10. الحاجة الثانية إن التغير بتاع اليومنز اللي خارج من اللمبة يتناسب مع التيار، يعني اليومن يتناسب مع التيار أس 5. الحاجة اللي بعد كده عمر اللمبة يتناسب عكسي مع الجهد، يعني عمر اللمبه يتناسب 1 على الفي اس 13. طيب الوقت اللي بتديه اللمبه يتناسب مع الفي اس 1 وكام؟ و43 من 100. واحد يقول لك لا، ده احنا لسه قايلين من شويه ان الوقت يساوي الفي تربيع. الكلام ده صح، كنت هقول لك ان الوقت يتناسب مع الفي تربيع لو كانت الريزيستنس بتاعت اللمبه ثابته مع تغير درجه الحراره. ولكن ان الريزيستنس بتاعت اللمبه بتزيد مع زياده درجه الحراره، وبالتالي الاقي ان الباور اللي عندك ما بقتش ثابته او لا تعتمد على الجهد التربيع، لا تعتمد على قيمه الجهد اللي هو الفي اس 1.48. اليومن بالوقت، اليومن بالايه؟ بالوقت يتناسب مع الفي تربيع. يتناسب مع مين؟ مع الفي تربيع. الكلام ده مشكله يا جماعه؟ طبعا الكلام ده تعرفه بس بمجرد المعرفه، يعني مش هجيب لك عليه مسائل. الجزئيه دي بس اللي هي الايه؟ القيم دي. طيب هو مهم يا دكتور نحفظ الكفاءه بتاعت المصابيح الضوئيه مثلا، مهم ان احنا نعرف الكفاءه بتاعتها ولا؟ لا مش لازم يعني تعرفها، انت بس لو احتجتها تعرف ترجع لها. تمام. انما ما تحفظش ارقام مش مستحيل.
يبقى انت عارف تجيب الارقام منين. ماشي تمام يا دكتور، شكرا. نشوف بقى يا جماعه مثال على الكلام اللي فات ده. المثال ده مثال موجود في الكتاب، موجود صفحه 94. موجود صفحة 94. نشوف بقى شوية مثال ده بقول ايه. في عندك فتيل بتاع 32 كانديلا 100 فولت والطول بتاعها L والدايمتر D. يبقى انا عندي لمبة كده المهد بتاعها كام؟ 100 فولت، كانت الباور بتاعها 32 والطول بتاعها L والدايمتر بتاعها D. عاوز يحسب اللينز والدايمتر للفتيله بتاعه لمبه ثانيه 16 كاندل باور والجهد بتاعها 200 فولت. تمام، يبقى انا دلوقتي الفرنسيين بيديني كاندل باور 32 وجهدها 100 ولها طول ال ولها طول دي، او لها دايمتر دي ولها طول ال، وعايز يحسب الدايمنشن بتاع الفتيله للمبه ثانيه هتدينا 16 كاندل باور والجهد بتشتغل عند جهد 200 فولت. وقال لك اسيوم ذات ذا دو لما ران ات ذا سيم انتنسيتي برايتنس، يعني الاثنين هيشتغلوا عند نفس الايه؟ عند نفس شده الايه؟ البرايتنس او السيجما الاثنين واحده. طيب احنا قلنا يا باشمهندسين من اول معادله عندنا او المعادلات اللي فاتت ان الباور تتناسب مع مين؟ مع ال في دي. المعادله اللي فاتت ده ان ال في الدي في الاثنين ايه؟ ثابته. يعني ال واحد دي واحد تساوي ايه؟ ال اثنين دي اثنين. طيب احنا عندنا ال واحد دي واحد تتناسب مع مين؟ مع الباور بتاعتها اللي هي 32. والثانيه ال اثنين دي اثنين بتساوي كام؟ 16. يبقى ال واحد او ال اثنين دي اثنين بتساوي نص ال واحد دي واحد. النص ده جت منين يا جماعه؟ ال 32 او 16 على 32. لما اقول ال 1 على دي 1، ال 1 دي 1 على ال 2 دي 2 هتساوي كام؟ هتساوي 2. يبقى ال 2 دي 2 بتساوي نص ال 1 دي 1. طيب هنستخدم هنعرف ان الاثنين تو لامبس، يعني مش نسيو اول، يعني اسيوم ذا باور الباور اللي بتاخده تو لامبس يعني اول بتاع فانا بطلع 32 والثانيه بتطلع 16، يبقى بالتالي الانبوت باور تتناسب مع الاوتبوت باور. فال 32 اللي هي بتاعت اللمبه الاولى بتساوي الجهد في التيار، يبقى ال 32 ده تناسب مع الفي ال ار، الفي اللي عندك 100 والتيار اي، والثانيه 16 تتناسب مع ال 200 في مين؟ في الاي 2 اللي هو الجهد بتاعها 200 في الاي 2. وبالتالي هتلاقي ان الاي 2 يساوي الاي 1 في 16 على 2000 على 200 في 100 على 32، يعني هتلاقي ان الاي 2 يساوي ربع الاي 1. معايا كده يا جماعه؟ فاهمين يا شباب؟ ما حضرتك. طيب احنا قلنا برضو يا جماعه جبنا معادله ان الاي يتناسب مع الدي اس 3 على 2. يعني الاي 1 يتناسب مع الدي 1 اس 3 على 2، والاي 2 يتناسب مع الدي 2 اس كام؟ 3 على 2. لو قلت الدي 2 على الدي 1 يبقى الدي 2 على الدي 1 اس 3 على 2 بتساوي الاي 2 على الاي 1 بتساوي كام يا جماعه؟ بتساوي ربع اللي احنا طلعناها من المعادله اللي فاتت. هطلع ان الدي 2 بتساوي 4 من 10 دي 1، وان الاي 2 اعوض في المعادله ثاني اجيب ان ال 2 بتساوي 1 على 26 من ال 1. يبقى انا كده الديامتر بتاع الفتيله بتاعت اللمبه الثانيه 4 من 10 من الديامتر بتاع الفتيله بتاعت اللمبه الاولى، والطول بتاع الفتيله بتاع اللمبه الثانيه 1 على 26 من ال 1. يعني ال 1 ده لو 26 دكتور. نعم، احنا ازاي وصلنا لعلاقه الاي 2؟ العلاقه بتاعت التيار. ايوه بالظبط. الاي 2 بيساوي 1 في 16 على 200. طيب بص يا شباب المعادله اللي ايه؟ اللي هي
ان الانبوت باور تتناسب مع مين؟ مع الاوت باور. طب الاوت باور هي عباره عن ايه؟ الكاندل باور. النمبر الاولى كانت كام؟ 32. فده تمثل مين؟ الاوت. طب الانبوت عباره عن ايه؟ جهد التيار، مش الباور بتاخدها اللمبه عشان هي ريزيست فلو، هي عباره عن جهد التيار او اي تربيع في ار او في تربيع على ار. يبقى اذا لو بصينا هنا هلاقي ان الاوتبوت باور بتاعت اللمبه الاولى تتناسب مع الانبوت باور، يبقى الاوتبوت باور اللي هي 32. الاوتبوت باور اللي هي دي فاي، الاوتبوت باور اللي هو كان الباور تمام كام؟ 32 بالنسبه لللمبه الاولى. تتناسب مع مين؟ مع الجهد في التيار. اللمبه الاولى شغاله عند جهد كام؟ 100، فبالتالي تسحب التيار مقداره اي واحد. طب اللمبه الثانيه بتطلع اوت باور بكام هندسه؟ 200، بتطلع 16 كان الباور، بتطلع 16 كان الباور سحبه بتشتغل عند 2 فولت، عند 200 فولت، وبالتالي تسحب التيار مقداره كام؟ اي 2. اي 2 اه. من المعادلتين دول بقى اقدر اقول ان الاي 2 بيساوي الاي 1 في الكلام ده. طب دي جت منين هندسه؟ جت من المعادله اللي هي دي، المعادله دي. طيب يبقى الاي 2 بيساوي كام؟ انا قلت الاثنين دول هيساوي بعض تقريبا، يبقى اذا الاي 2، الاي 2 اللي هي ال 2 دي 2 بتساوي نص ال ال 1 دي 1. يبقى اذا الاي 2 المعادله ده هيساوي الاي 1 في 16 على 200 في 100 على 32، وبالتالي طلع ان الاي 2 بيساوي ربع مين؟ ربع الاي 1 دي اي مش ال على فكره. يعني انا دكتور اكني يا دكتور عملت مناظره للعلاقه بتاعت ال ال 2 في الدي 2 اللي هي بتساوي نص الاي ال 1 في الدي 1. تمام، يعني الاثنين تقريبا بيساوي بعض، علشان الاثنين يعني طلعوا نفس الايه؟ علشان الاثنين طلعوا نفس ال نفس علاقة اللاب دي. لا بص يا انا سويت دول ببعض، سويت دول ببعض، شلت ثابت، شلت التناسب وحطيت ثابت التناسب واحد، اه واحد والاثنين واحد اه. فطلع معايا ان كان بالظبط جبت ده يساوي ده. تمام، سويت اليمين بالشمال وعملت علاقه ما بينهم. تمام، بالتالي طلع ده كده يا جماعه اي 1 مش ال 1 على فكره، اللي هي الايه؟ ربع اي 1، يعني اي 2 بيساوي ربع اي 1. تمام؟ هرجع تاني بقى للمعادله الاولانيه اللي هي التيار يتناسب مع مين؟ مع الدايمتر اس 3 على 2. فالاي 1 يتناسب مع الدي 1 اس 3 على 2، والاي 2 يتناسب مع الدي 2 اس 3 على 2. او الدي 2 على الدي 1 اس 3 على 2 بيساوي اي 2 على اي 1. اللي هي بتساوي كام؟ بتساوي ربع. من هنا هطلع مين؟ الدي 2 بتساوي كام من الدي 1؟ انا برضو عملت نفس الكلام في المعادله بتاعت الاي والدي يا دكتور صح؟ سويت برضو اليمين بالشمال. تمام. الاي 2 ال 2 بقى بتساوي كام؟ المعادله ال 2 بتساوي نص ال 1 دي 1 على الدي 2. يبقى نص ال 1 في الدي 1 على مين؟ على الدي 2. فانا بالتالي عندي الدي 1 زائد الدي 2 بتساوي كام؟ بالنسبه لنا. يعني انت عندك الدي والدي 2 على الدي 1 بتساوي 4 من 10، يبقى الدي 1 على الدي 2 بتساوي 1 على كام؟ على 4 من 10، اللي هي تقريبا 1.3968 اللي هي تقريبا مقربها كام؟ 4 من 10. وبالتالي طلع ال 2 بتساوي 1 على 26 من ال 1. طبعا الكلام ده شخصين ان قال لك اللمبتين هيطلعوا نفس الايه؟ البرايتنس. يعني اللمبتين هيطلعوا نفس الايه؟ نفس شده الاضاءه تقريبا. ده بالنسبه للمساله على ازاي اعمل الدايمنشنز بتاع اللمبه. في عندك مثال ثاني مش حلو يعني، موجود في الكتاب صفحه 95، ومثال ثاني صفحه 97. ماشي مع كده؟ دول مثالين برضه الناس ايه؟ الناس تحلهم.
على اساس يبقى معاك ايه كام شفت في الشتاء. هو ما فيش يا دكتور مثال في صفحة 97 دي علاقات. في حاجة كده عشان بس النضارة علشان انا مش لابسها. في 97 انا مش شايف. لحظة انا فاهم، استنى. استنى لا 97 لا. في عندنا مثال صفحة 94 تمام؟ وفي مثال صفحة 93 اللي احنا حليناه 93 وفي مثال 94 وفي مثال 95 تمام كده؟ في عندك ثلاث أمثلة. احنا حلينا مثال واحد بس وفي عندك مثالين كمان موجودين في الكتاب اللي هو صفحة 94 و95. ماشي يا جماعة كده؟ معايا شباب؟ الأمثلة دي يا جماعة مهمة، الأمثلة ده مهمة. فكرتهم مختلفة عن فكرة المثال ده، يعني كل مثال فيهم فكرة شاملة. فأنت طبعًا هتذاكر الأمثلة دي، لو فيها أي مشكلة تعال اسألني فيه. عشان بس ما نضيعش إيه؟ وقت المحاضرة في حل الأمثلة. أوكي يا جماعة كده؟ باشمهندسين الناس نايمة ولا مع حضرتك يا دكتور؟ ما هو انت معايا العارف والله يا فادي، انت معايا عبد الرحمن ومروان دول عارف. الباقي بقى يا جماعه فين؟ حضرتك مصطفى. طب انا يا جماعه بالاسم كده والناس تجاوب معايا ولا لا؟ شوفوا الاسماء اللي موجوده كده يا جماعه موجوده ولا لا؟ عمر جمال يا جماعة موجود؟ عمر جمال ايوه دكتور. عمر جمال ايوه دكتور ايوه دكتور ايوه دكتور. عمر طب ايه تسوق؟ ايوه يا دكتور. طب خالد احمد؟ محمد محمود؟ ماشي يا جماعة. كمل بقى المحاضرة. يعني كده شرحنا أول نوع اللي هو اللمبات العادية، بنسميها اللمبات بتاعة الإيه؟ التنجستن أو اللمبات بتاعة الإنكانديسنت لامب. لأن النوع الثاني من المصابيح أو اللي يندرج تحت نفس النوع الأولاني اللي هو مصابيح الهالوجين. الهالوجين يا جماعة نفس الفكرة بتاع النوع اللي فات بالظبط، ولكن ان انا بضيف احد مواد الهالوجين زي اليود او البروم او الفلور، وده بيصدر عنه حراره عاليه تمام. وعشان كده يا جماعه بستخدم الكوارتز بتاعها الغلاف بتاعها من ازاز خاص مش من نفس الازاز بتاع اللمبات العاديه تمام. والفكره بتاعتها يا باشمهندسين ان عندما يتحد بخار التنجستين مع الهالوجين المضاف فان الجزيئات الناتجه تقترب من الفتيل التنجستين الساحب وترسب عليه، وبالتالي فقد اختفت ظاهره السواد الداخلي اللي كانت بتظهر في اللمبات العاديه. اللمبات العاديه كنت ساعات بشوف كده ان في ايه؟ في ظهور سواد على الازاز بتاع اللمبه. اللمبات الهالوجين ما بيظهرش فيها الايه؟ الكلام ده. لان بيتم عمليه دوره استرجاعيه ان الماده نتيجه ارتفاع درجه الحراره في الفتيله تتحل مره اخرى الى تنجستين وهالوجين، وبالتالي ده هتدينا الى اطاله عمر المصباح. يعني المصباح
اللي من نوع الهالوجين العمر بتاعه بيكون حوالي 2000 ساعه بدل من 1000 ساعه بالنسبه للطنبات العاديه. طيب وبالتالي برضه انا معاك بلاقي الحجم بتاعه صغير بالنسبه للحجم بتاع اللمبات العاديه، وده بيؤدي الى ان الكفاءه بتزيد او الكفاءه الضوئيه بتزيد ل 21 ليومن لكل وات. هنا كانت بكام؟ كانت بحوالي 10 ليومن لكل وات، هنا بتزيد ل 21 ليومن لكل ايه؟ لكل وات. السي ار اي برضه حوالي 100، بس النوع ده يا جماعه ما بيفضلش لما يكون في الجهد بتاعنا هينخفض، لان الاضاءه بتاعته بتتاثر بنسبه كبيره من ايه؟ من الجهد. طيب طب الاستخدامات فين يا جماعه؟ الاستخدامات بتاعته بيستخدم في المناطق اللي عايزه قدره عاليه باحجام ايه؟ باحجام صغيره، او عايزه اضاءه كبيره باحجام ايه؟ باحجام صغيره. طيب زي ايه؟ مصابيح الطيارات واضاءه المسارح والمنازل والمحلات ولمبات الفلود لايتنج اللي احنا قلنا عليها والسبوت لايتنج. والسبوتات بيستخدم اللمبات دي. طيب ده بالنسبه للايه؟ النوع الثاني من اول كاتيجوري. احنا قلنا يا باشمهندسين اول كاتيجوري اللي صنفناها اللي هي مصابيح المتوهجه اللي بتتضمن مصابيح التنفس العاديه ومصابيح التنفس الهالوجينيه. دول كده احنا ايه؟ احنا شرحناها. نتكلم بقى عن النوع الثاني اللي هو مصابيح التفريغ الكهربي اللي منها ست انواع. الست انواع بتعتمد فكرتهم كلها نفس الايه؟ على نفس الفكره، ولكن مع اختلاف نوع الغاز او الضغط الموجود في اللمبه. فهناخد بالنسبه لي نوع مصابيح التفريغ الكهربي. مصابيح التفريغ الكهربي يا جماعه دي اللي هتعتمد على مرور تيار في فتيله، تمام، وحدوث توهج زي مين؟ زي اللمبات اللي فاتت. ولكن العمليه دي بتتم نتيجه حدوث ديسشارج او الكتريكال ديسشارج لموضوع الغاز اللي موجود في اللمبه او عمليه التفريغ الغازي او التفريغ الكهربائي. طيب المصابيح ده فيها كذا نوع، قلنا مصابيح فلوريه، مصابيح نيون، والصوديوم منخفض او عالي الضغط، وبخار الزئبق عالي الضغط، ومصابيح الهلايد المغنيسي. الفكره العامه كلها للانواع ده كلها تعتمد على ايه؟ حدوث قوس كهربي، حدوث ارك بيحصل نتيجه وجود تيار كهربي او بين اثنين الكترود ماشي خلال غاز. يعني بيحصل قوس كهربي للاثنين الكترود موجودين في مين؟ في غاز. الغاز ده ممكن يكون تحت ضغط منخفض او ضغط ايه؟ مرتفع. وممكن يكون الغاز ده مش غاز واحد بس، ممكن يكون ايه؟ اثنين غاز مع بعض. يعني في اغلبيه المصابيح بيكون هناك غازين بداخل المصباح، واحد منهم بيكون سريع التأيل ويسمى غاز البدء، وده بيحتاج لجهد عالي عند البدء. عشان كده يا جماعه في بعض المصابيح هناخدها دلوقتي لازم لها ستارتر. الستارتر ده علشان يولد تيار كبير يعمل على تأيل كبير للايه؟ للغاز اللي هو السريع او الغاز سريع التأيل. والغاز الثاني، الغاز الثاني ده الذرات بتاعته بتتصار باصطدام الالكترونات المنبعثه من الالكترودات اللي هي بتكون مصنوعه غالبا من الايه؟ من التنجستين. طيب يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان فكره العمل بتاعت اللمبات ده تعتمد على حدوث قوس كهربي. القوس الكهربي ده بيحصل خلال غاز، الغاز ده بيكون تحت ضغط منخفض او مرتفع، تمام؟ وممكن يكون الغاز ده عباره عن غازين، غاز منهم سريع التأيل والتاني بطيء الايه؟ التأيل. طيب الغاز ده ممكن يكون صوديوم او نيون او زئبق او على حسب نوع اللمبه. يبقى الفكره بتاعت اللمبات ده ان هي تعتمد على التفريغ الكهربي او حدوث الكتريكال ارك. طيب شوف اول نوع اللي هو المصابيح الوسط. مصابيح فلورسنت يا باشمهندسين طبعا كلنا عارفين مصابيح فلورسنت الموجوده في البيوت بتكون عباره عن انبوبه كده. الانبوبه اللي عندي موجود فيها غاز، الغاز ده بيكون تحت ضغط معين والضغط بيكون ضغط منخفض،
القدرات اللي موجودة بين اللمبات دي يا إما 20 يا إما 40 واط. لو كانت 20 واط بيكون الطول بتاعها حوالي 60 سنتي، لو كانت 40 واط بيكون الطول بتاعها حوالي 120 سنتي. وطبعاً عارفين طريقة توصيل اللمبة ده عبارة عن إيه؟ بيكون اللمبة ده فيها عبارة عن كل طرف فيه 2 إلكترود، يعني موجود عنده أربع أطراف، بيتوصل حاجة اسمها ستارتر بين طرفين أو طرف من كل جانب، والطرفين التانيين واحد بيوصل مباشرة بالكهرباء والتاني بيوصل عن طريق تشيك كويل، وبعدين الطرف التاني بتاع التشيك كويل بتوصل عن طريق الكهرباء. يبقى أنا اللمبة دي بتتكون من أنبوبة، الأنبوبة اللي عندها 50 فيها 2 إلكترود بيسمى بالأنود والكاثود، تنبعث منها الإلكترونات عند تسخينها، وتكون مصنوعة من التنجستين المطلي بالباريوم، وتوضع الإلكترود داخل أنبوبة أسطواني يحتوي على خليط من بخار الزئبق والأرجون تحت ضغط منخفض. طيب، وبيحتوي السطح الداخلي للأنبوبة بيندهن بمادة فسفورية. المادة الفسفورية بتعمل على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية التي تنطلق لدى مرور التيار في غاز بخار الزئبق. طيب، الفكرة بتاعتها ازاي يا جماعة؟ الفكرة بتاعت عمل اللمبات الفلورسنت حد عارفها؟ شباب، طب حد عايز دكتور مش هو بيكون كده محاول صغير بيحاول 40 فولت وبعدين بيعمل بريك داون في الغاز اللي جوه؟ محاول بيكون اسمه بالانس كويل او حاجه زي كده تقريبا. لا مش محاول، مش محاول، هو عبارة عن كويل واحد بس ملف كده بسميه التشيك كويل. ماشي. وفي حاجة اسمها ستارتر. الستارتر ده ممكن يبقى حاجتين، ممكن يبقى ستارتر نتيجة غاز أو ستارتر نتيجة اتنين إلكترود مصنوعين من مادة مختلفين، تمام، يوصلهم على حسب درجة الحرارة بتاعة واحد من التاني، يعني واحد بيسخن أكتر من التاني فبيفصل، لما بيبرد بيلمس فبوصل. ما فيهاش محاول، محاول لا، في لمبات تاني فيها محاول بس مش ده. هو عبارة عن كويل كده يا باشمهندس، كور ماجنتيك كور ملفوف عليه كويل، تمام. الكويل ده بيكون له قدرة معينة، القدرة بتاعت الكويل بتساوي القدرة بتاعت اللمبة. يعني لو انت عندك لمبة 20 واط بجيب لها كويل 20 واط، لو عندك لمبة 40 بجيب كويل 40. تمام. طب فكرة عمل الكلام ده ازاي يا جماعة؟ وفكرة عمل اللمبة ازاي؟ طبعا اللمبة مصدر ده، ده شكل اللمبة، ادي الاثنين الالكترود اللي عندي، الاثنين الاثنين هنا، في طرف من هنا بتوصل مع الستارتر والطرف الثاني مع الايه؟ بتاع الستارتر مع الطرف الثاني للمبه من الناحيه الثانيه بالشكل ده، تمام؟ وفي عندك هنا الطرف ده والطرف ده بيتوصلوا مع ده بيتوصل مع الكويل الشيك كويل، وده مع الكهرباء، والثاني ده مع الكهرباء مباشره، يبقى الشيك كويل بتوصل سيريز مع الدائره بتاعتها، تمام؟ وده شكل الايه؟ شكل اللمبه وشكل التوصيله بتاعتها. طيب، فكره عملها ازاي يا جماعه؟ فكرة عمل اللمبة دي ازاي؟ حد عارف يا جماعة؟ حد عارف يا جماعة؟ فكرة العمل اللي بتشتغل ازاي؟ ها؟ اللي هي فكرة ازاي بتشتغل الفلورسنت نفسه؟ ازاي اللمبة الفلورسنت تشتغل؟ هو انا اعتقد عارف اكتر ان في طبقة تحط حوالين اللمبه نفسها طبقه، يعني لما بيجي عليها ضوء بتحول ضوء مرئي. هو ايه بقى اللي بيكون الضوء في الاول ده؟ يعني ايه اللي بيكون الضوء اللي يخليه اللمبه تنور او اللي يخلي انا دكتور بفضل مطبق عندي جود، بفضل مطبق جود عندي في الاول، بتبقى الزياده بتاعته اكسبوننشال بحيث ان هو بيفضل يعاكس الفيض اللي هيتولد من الجهد الاساسي اللي موجود عندي ده. واول ما اجي افتح السويتش تتولد عندي اي ام اف انديوزد كبيره جدا تؤدي الى الجلوينج بتاع تأين الغاز نفسه اللي موجود عندي فتنور اللمبه. يعني ماشي، الفكره ايه؟
اوكي، بس في شويه حاجات ناقصه يا فندم. بص يا جماعه دلوقتي لو انا شلت الستارت اب اللي موجود في اللمبه، لو شلت الايه؟ الستارت اب اللي موجود في اللمبه وجيت اوصل اللمبه للكهرباء، هل اللمبه هتشتغل؟ لا. ليه؟ لان حتى بيكون لما بوصل اللمبه للمصدر تمام، بيكون الغاز اللي موجود في اللمبه لسه بارد. عشان الغاز ده يكون بارد تمام، الالكترونات المنبعثه منه يبقى من الكهرباء يعني بتلاقي مقاومه كبيره جدا خلال الغاز، فبالتالي ما بيحصلش اضاءه للايه؟ لللمبه. لكن اول ما اوصل الستارت اب ويكون متوصل يعني الستارتر ده بيمر فيه تيار كبير جدا في البدايه. طب مين اللي بيعمل التيار الكبير ده يا جماعه؟ مين اللي بيولد الجهد الكبير ده على الستارتر؟ الكويل. مش انت عارف ان الكويل اللي عندك الجهد اللي عليه عباره عن ال دي اي باي دي تي، فبالتالي بتولد جهد كبير جدا. الجهد الكبير ده بمرر تيار في الستارتر، وبالتالي الغاز بتاع الستارتر بيتقيم بسرعه، فبمرر الالكترونات في الغاز اللي موجود في الانبوبه لحد ما يسخنه تمام. واول ما بيسخن بيبدا يمر الالكترونات الموجوده في الغاز في المواد الساخنه ده، بتعمل عمليه قذف الالكترونات بشكل اسرع خلال مين؟ خلال الانبوبه تمام. وبالتالي التيار اللي بيمر خلال الانبوبه الرئيسيه بيقطع الغاز لما بيسخن يعني، وبالتالي بيتلاقي الستارتر تاني وهكذا. بتفضل العمليه ده حوالي مثلا ثانيتين او ثلاثه ان اللمبه عماله ترعش كده لحد ما ايه؟ ما تنور نتيجه انتقال التيار من الستارتر الى مين؟ الى الالكترونات الموجوده في اللمبه، وبالتالي بتبدا عمليه الانبعاث بتزيد داخل اللمبه لحد ما يسخن الغاز بشكل كافي علشان يمرر الالكترونات عبره. وبالتالي الستارتر لما اللمبه بتشتغل، ولو شلت الستارتر تمام بتبدا اللمبه ايه شغاله، انه ما عادش ليه لازمه، لان الهدف بتاعه بس انه هيعمل عمليه ايه؟ ستارتر، عمليه ستارتنج لمين؟ للمبه. طب الملف الخالي بعد كده هيكتب ايه؟ لو انا في البدايه بيولد جهد كبير اللي هو بيعمل ال دي اي باي دي تي، اللي هو عمليه الفصل والايه والتوصيل في الستارتر ده بتخلي التيار يتغير بشكل كبير، وبالتالي يمر تيار كبير فيعمل تقيم الالكترونات بشكل اكبر، وبالتالي الغاز يسخن اكبر، وبالتالي اللمبه ايه؟ تبدا تشتغل. طب بعد ما يسيد ستيت واللمبه تشتغل، الستار التشيك كويل فايدته يا جماعه؟ التشيك كويل فايدته في الحاله دي انه يقلل الجهد اللي على اللمبه، يبتدي يتولد جهد بياخد جزء من الجهد الكويل ده، وبالتالي الجهد اللي على اللمبه بيكون جهد ايه؟ صغير. يبقى في البدايه فايدته بيولد ال دي اي باي دي بطريقه كبيره في لحظه الستارتنج، وبعد عمليه الستارتنج ما تبدا بيبقى الفايده بتاعت الملف ده بتقلل الجهد اللي موجود على الايه؟ على اللمبه. مميزات ايه يا جماعه على السمات بتاعت اللمبه دي؟ السمات انها زمن البدء بتاعها بياخد من 2 الى 5 ايه ثواني. وفي انواع جديده طبعا ما بتاخدش ايه؟ وقت كبير علشان يحصل لها ستارت. العيب بتاعها ان الباور فاكتور بتاعها قليل. ليه الباور فاكتور قليل يا جماعه؟ علشان في لحظه السيت ستيت في كويل عنده موجود في الايه؟ في الدايره، فالكويل ده بيخلي الباور فاكتور لاج بنسبه كبيره. علشان كده بحطه كباستور موجود في الستارتر يعني، بحط له مكثف. المكثف ده علشان يحسن الباور فاكتور، وعلشان برضه يقلل تاثير الانترفيس والانترفيرنس اللي هو الموجود في الايه؟ مع كيس الاتصالات الاخرى. الحاجه اللي بعد كده العمر بتاعها بيكون نسبيا كبير، حوالي 7500 ساعه، والكفاءة بتاعتها بتكون 80 ليوما لكل وقت. طبعا لو تلاحظ حضرتك الكفاءة بتاعتها أعلى بكتير جدا من اللمبات العادية. اللمبات العادية كانت 10، وبعدين اللمبات اللي بعدها كانت 21 ليوما لكل وقت. هنا الكفاءة اللي عندي 80 ليوما لكل وقت. فبتلاقي نفس الباور، لو لمبة هنا 40 وات وهناك 40 وات، بتلاقي اللمبة دي بتدي تقريبا 8 أضعاف الإضاءة بتاعت اللمبه العاديه. المشكله بتاعتها برضو ان
الضوء اللي صادر منها بيتأثر بالعمر بتاعها، وده بيكون بتلاقي حضرتك ان بيتراكم مسحوق كده على الطرفين بيكون لونه اسود، بتلاقي الاطراف بتاعتها اسود كده والاضاءه بتاعتها الايه بتقل. برضه بتتاثر بكميه الايه الحراره، وده مشكلتها انها ما بتشتغلش لو الجهد اللي عندك قل عن 75%. يعني لو الجهد اللي عندك حصل فيه دروب لاي سبب من الاسباب اللمبات دي ما بتشتغلش. ده بالنسبه للسمات بتاع اللمبات الفلوريسنت. فيها مشكله يا جماعه كده؟ معلش يا جماعه، انا الكلام نظري، فبرضه حضرتك ممكن تقرا الكلام كويس المكتوب بالعربي، يعني مش مشكله. عشان بس ان احاول اخلص المحاضره. المصباح اللي بعد كده مصباح بخار الزئبق عالي الضغط. مصباح بخار الزئبق بيتكون من ايه يا جماعه؟ بيتكون من انبوبتين، واحده داخل واحده. الانبوبه اللي جوه ده بنسميه انبوبه التفريغ، وده اللي بيحصل فيها انعكاس الكهرباء، والثانيه بتكون خارجيه، وده بتكون هدفها انها تحافظ على انبوبه الايه القوس الكهربي من التغيرات درجه الحراره. وبعض الحالات برضه بتعمل كانها ايه؟ كانها فلتر لابعاد بعض اطوال الموجات الصادره من اشعاع القوس الكهربا. واللمبوه الخارجيه ده برضه ممكن تحتوي على طبقه من الفسفور، وتعرف هذه المصابيح بمصابيح الزئبق الفلوريسنتيه. انبوبه التفريغ الداخلي مصنوعه من الكوارتز لانها بتتحمل اكثر من 700 درجه مئويه، وكما يتحمل التغيرات المناخيه في درجه الحراره، ولا يمتص الضوء المرئي، ويوضع بداخلهم مادتي الزئبق والارض. يبقى عشان تسموهم ايه؟ بخار الايه؟ بخار الزئبق. وبداخلها ايضا يوجد ايه؟ اثنين الكترود. بالاضافه الى الكترود بيت ستارتنج. الالكترود البيت دهوتي ده فايدته عمليه الستارتنج علشان يعمل تأهيل لمين؟ الغاز الموجود داخل الانبوبه الداخليه. الالكترود السفلي كان عن طريق مقاومه الستارتنج ريزيستنس، والمجموعه كلها توضح داخل الانبوبه زجاج عالي خارج بينهما غاز خامل كما ذكر. ده بالنسبه لشكل النمبر الشمسين بتاع مصباح الزئبق عالي الضغط، الانبوبه ده اللي جوه اللي بيحصل فيه القوس الكهربي، وده الانبوبه الايه؟ الانبوبه الخارجي. طيب عند توصيل التيار الكهربي للمبه يعني بيحدث توهج بين الالكترود والبادي، فيتأين غاز الاربو سريعا وينتشر حتى يصل الالكترود للالكترود الاخر، فبسخن الالكترودان الاصليان وتنبعث الالكترونات ويحدث ما يسمى بالتفريغ الكهربي. لكن التفريغ حتى الان حدث تحت ضغط منخفض ويتميز باللون الازرق، لكن سرعان ما يتبخر الزئبق بالحراره ويزيد ضغطه ويرتفع الضغط داخل المصباح ليصل الى 15 درجه ضغط جوي، فيزداد الموسوع ويظهر اللون الابيض المشرف بالزرقه. لاحظ ان الاشعاعات الصادره من هذه المصابيح ترفع في مدى الاشعه فوق بنفسجيه غير مرئيه، ولذلك تحتاج هذه المصابيح لماده فلوريه لتحويل الاشعه الغير مرئيه الى ضوء مرئي. ده بالنسبه للنوع ده. طب السمات بتاعته والخواص. اللون يكون ابيض مزرق، امانه اللون اللي هي السي ار اي تكون منخفضه من 15 ل 52، الكفاءه الضوئيه بتاعته منخفضه شويه اقل من الفلوريسنت من 40 ل 60 لومن لكل وات، العمر بتاعه كبير حوالي 20,000 ساعه. البدء والتشغيل يحتاج من 4 الى 7 دقائق. ده بيستخدم في يا جماعه؟ ده بيستخدم في اضاءه الشوارع. وطبعا حضرتك لما تلاحظ هتلاحظ ان قيمه الجلير بتاعته عاليه جدا، وبالتالي المصباح ده لازم احطه على ارتفاعات عاليه بعيد عن الايه؟ بعيد عن مستوى البصر. فده بيستخدم في اضاءه الايه؟ اضاءه الشوارع يا جماعه. النوع اللي بعد كده مصابيح الصوديوم منخفض الضغط. مصابيح الصوديوم منخفض الضغط زي بس بالظبط مصابيح الزئبق منخفض الضغط، مع الفارق بتاعنا ان احنا ما بنحتاجش ماده فسفوريه. ليه؟ لانه ينتج الضوء مباشره حيث يتولد الضوء عن طريق التفريغ الغازي
الذي يتم في وسط له ضغط منخفض يتكون من غاز صوديوم وغاز خالي غالبا بيكون غاز النيون او الاربون تحت ضغط منخفض، ويقع الاشعاع الناشئ عن التفريغ الغازي في مجال اللون الاصفر، ولهذا فهو وحيد اللون ولا يحتاج لماده فلوريه مثل مصابيح الزئبق. الانبوبه بتاعه التفريغ الداخلي في مصابيح الداشمانسين بتكون غالبا على شكل حرف يو، مزوده عند كل طرف بفتيل مكسي بماده انبعاثيه. عند التسخين يبدا التفريغ فيظهر اولا بلون احمر برتقالي حتى ترتفع درجه الحراره، فيبدا الصوديوم في عمليه التفريغ ويتحول الضوء الاصفر الى الضوء الاصفر، وتتراوح فتره بدايه التشغيل حتى اعطاء الاضاءه كامله من 7 الى 15 دقيقه. خلاص، وبيتم المحافظه على درجه الحراره عن طريق العزل الحراري للانبوبه. ده بالنسبه للنوع ده. السمات بتاعته لا يحتاج لوقت لعزل البيت، لكنها تحتاج الى حوالي 10 دقائق للوصول الى اقصى شده، يعني بتشتغل مره واحده بس الباشمهندسين، ولو طفت وجت اشتغل الثاني وهي سخنه ما بتحتاجش الوقت علشان تشتغل ثاني. اعلى كفاءه ضوئيه على الاطلاق بتتراوح ما بين من 133 ل 183 يوما لكل وقت، وده اكبر رقم شفناه قبل كده، ولكن السي ار اي بتاعته قليله حوالي 23، وده بيستخدم طبعا في الاضاءه الخارجيه في الشوارع والايه والمطارات. الظهر بتاعه والجليد بتاعه اقل من المصابيح الثانيه. العمر بتاعه من 15000 ساعه. القدرات الموجود فيها في السوق بين 35 الى 180 واط. برضه يا جماعه ده بيستخدم في مصابيح الدوام، اللي مصابيح الشبوره، يعني ممكن نستخدمها في ايه؟ في العربيات علشان الشبوره او على الطرق اللي فيها شبوره. دكتور، ارقام السمات والخواص بتاع كل لمبه دي علينا؟ الارقام علينا؟ والله يا فهد يعني ايه؟ انا مش عايز اقول عليك. يعني هي مهمه انك تعرفها. فحتى اعرف يعني ايه؟ مش لازم بالظبط يعني اعرفها كده ان ده عالي وده واطي وده قليل وده كتير وبس. اعرف بس مش هنتسال فيه. لا لا لا، انا السنه اللي فاتت كنت طالب الكلام ده ريبورت من الناس، يعني انا مش عارفش الكلام ده السنه اللي فاتت. انا كنت طالب ريبورت من الناس، فكل الناس طبعا ايه، كل واحد كتب بطريقه معينه، فانا حبيت السنه دي بس ان انا اقول هو عشان يبقى موحد على الناس كلها. بالمناسبه يا جماعه الكلام ده انا جايبه من مرجع الدكتور الجيلاني، اللي عايز برضه يقرا استفاضه في الموضوع ده في المرجع بتاع الدكتور الجيلاني، مكتوب كويس بالعربي يعني تعرف تفهمه كويس، وموجود برضه في الكتاب بتاعنا، بس في الكتاب بتاعنا موجود بالايه بالانجلش، فده معاك وده معاك، اللي عايز يكتب بالعربي يكتب، اللي عايز يكتب بالانجلش يكتب، مش فارق. اللي بعد كده شمسين مصابيح الصوديوم عالي الضغط. ده برضه زي مصباح الزئبق عالي الضغط مع اختلاف الماده، وتعتمد فكره عمله على حدوث تفريغ بخار الصوديوم عند ضغط عالي. الفرق بين الصوديوم منخفض الضغط والصوديوم عالي الضغط ان طول موجات الاشعاع بتكون على مدى اوسع من الطيف المرئي، مما يجعل اللون اصفر ذهبي فيه كميه من اللون الاحمر وكميه صغيره من الايه من اللون الازرق وبنفسجي. هو نفس الكلام يا باشمهندسين، مع بس ان انا بحط ايه ان البخار او الصوديوم اللي عندي بيكون محطوط بضغط ايه بضغط عالي داخل الانبوبه. ده بالنسبه لي النوع ده يعني، وده شكله. المصباح ده يا باشمهندسين الكفاءه بتاعته بتكون حوالي 125 يوما لكل وقت، والسي ار اي بتاعه حوالي 45 يعني متوسط، وبرضه بيستخدم الاضاءه الخارجيه. عمر المصباح بيصل الى حوالي 24000 ساعه، وبيحتاج برضه الى حوالي 6 دقائق علشان يصل 80% من اقصى شده اضاءه. وبرضه لو انطفى يحتاج الى حوالي 3 دقائق علشان ايه؟ علشان يشتغل تاني. النوع اللي بعد كده مصابيح الحوائط المعدني او ميتال هلايد لامب. الميتال هلايد لامب الشمسين هو مركب ثنائي العنصر من احد الهيدروجينيات وهو اليود وعنصر معدني اخر
بيكون يا الصوديوم او الكالسيوم او الصوديوم، ويمكن استعمالها الهالايد للحصول على امان النقل ضوء 60 ل 90 والكفاءه من 100 او من 70 ل 100 ليوم لكل وقت، والقدرات بتاعتها بتكون قدرات كبيره 1000 او 2000 او 3500 وات. وطريقه التشغيل زي مصباح السيابه بالظبط. طب المميزات بتاعتها والسمات بتاعته، الكفاءه وامانه اللون اعلى من المعدل اللي فات، زمن البدء من 5 ل 6 دقائق ويحتاج الى ربع ساعه لعد التشغيل، يعني لو طفى بياخد ربع ساعه على ما ايه؟ على ما يشتغل. المشكله العمر بتاعه اقل من 7000 ساعه، ويستخدم برضه غالبا في الشوارع والايه؟ والملاعب، يعني برضه في الاضاءه الخارجيه، يعني كل اللي احنا خدناه لغايه دلوقتي المستخدم في الاضاءه الداخليه هي اللمبات العاديه واللمبات الايه؟ اللوكسيد. مصابيح زينك برضه ده مصباح تفريغ عالي للجهد بداخله غاز الزينيون الذي ينتج طاقه طيف هو اقرب الى طيف الضوء النهار، وتتميز هذه المصابيح بصغر الحجم وشده النصوره، واستخدم لكثره في السيارات. ده يا جماعه بيستخدم في لمبات بتاعه العربيات، تمام؟ العمر بتاعها ما بين 1000 ل 2000 ساعه، وده بتشتغل عند جهد 12 فولت. ده بيشتغل جهد كام؟ 12. عشان كده بيستخدم في السيارات. طب لو استخدمها في المنازل يبقى انا هجيب محول اضافي من 220 لكام؟ ل 12. بس مشكلتها طبعا ان ايه؟ بتولد حراره عاليه جدا. ده بالنسبه للمبات دي. مصابيح النيون، مصابيح النيون برضه يا جماعه برضه بنعالج مصابيح التفريغ الغازي. تتكون من انابيب القطر بتاعها من 7 الى 15 ملم مملوءه بغاز النيون. الضغط بتاعه منخفض جدا، مخلوط بقليل من الهيليوم، واستخدم معها محول رفع للحصول على جهد الاشتعال اللي هو الجهد بنسميه جهد البدء يعني. واللمبه دي بتتوحد يا باشمهندسين عند عمليه تفريغ كهربي داخل اللمبه، كما بان غاز النيون الناقل فيها هو صافي يعطي ضوء احمر اللون، لكن يمكن انتاج الضوء في الوان اخرى. ان انا احط ايه بقى؟ ان نحط غاز النيون بغازات اخرى، اخلطه بغازات بالوان مختلفه، او ان انا استخدم انابيب ملونه. فممكن ايه في الحاله دي اعمل الغاز الايه؟ او الغاز اللي جوه ده يديني اشكال او الوان مختلفه. وطبعا ده بتمثل بايه؟ الانابيب ده باشكال حروف معينه زي قدامنا كده شمسي. المصابيح الموفره ده بنسميها مصابيح الكومباكت فلورسنت لام او سي اف ال. وبرضه المصابيح دي يا باشمهندسين تتميز بانها تستهلك كميه صغيره من الطاقه الكهربائيه علشان تدي نفس كميه الضوء الصادر من المصابيح العاديه. مثلا يعني المصابيح دي لو 18 واط ممكن يدي ضوء زي المصباح او 75 واط من المصابيح العاديه. بالاضافه ان عمرها الافتراضي بيوصل لخمس اضعاف عمر اللمبه العاديه، ولكن سعرها بيكون ايه؟ بيكون اغلى. اخر نوع من اللمبات هنتكلم عليه هو لمبات الليد. ماشي يا جماعه، اللمبات الليد طبعا بدات تظهر في الاونه الاخيره علشان عمليه التوفير الكهربي، لان طبعا القدرات بتاعت اللمبات الليد بتكون قدرات صغيره جدا، وبتكون الاضاءه بتاعتها اضاءه كبيره مقارنه باللمبات العاديه. فبالتالي بدات الناس تلجا الى ايه؟ الى صناعه اللمبات الليد. ولكن يا عيب لمبات الليد يا جماعه ان هي بيكون السعر بتاعها ايه؟ غالي نسبيا. استاذنكم بس يا جماعه ارد على التليفون ده دقيقه واحده.
مايك يا دكتور. ماشي اخر نوع ان شاء الله ده ايه اللمبات اللي مش محتاج المحاضره ولا صح محاضره مالها يا دكتور ولا ومله لا والله حلوه جدا يعني ما ملتوش يعني المحاضره ما اعرفش الناس بقى انا تمام يعني هي الكلام بس يعني ايه كلام نظري كتير وعايزك تقرب نفسك كده وايه تفهمه تمام مش هسألك فيه نظر كتير يعني ايه داش تمام مش هسألك نظر فيه كتير انا عايز حاجات بس انك ايه تعرفها كويس علشان تعرف تفرق بين اللمبات وتبقى عارف ايه استخدامات كل واحده وخواص كل واحده ونظريه عمل كل واحده بس مش اكتر من كده يعني تمام يا دكتور ماشي يا جماعه بالنسبه للمبات الليد بقى طبعا اللمبات الليد طبعا انتوا عارفين اختصار ليد او اي ال دي اختصار لايه light emitted emitting a diodes اللي هي عباره عن شمسين بتسمى الدايودز الباعث بالضوء طبعا حضراتكم عارفين كلكم الدايود بتركب من ايه الدايود عباره عن ايه سيمي كوندكتورز ايه ماتيريالز عباره عن دي ان جانكشن متوصله بشكل معين بحيث بيتكون فيها طرفين انود وايه وكاثود بيسمح بمرور التيار في اتجاه واحد بس من الانود لمين للكاثود ولا يسمح بمرور التيار من الايه من الكاثود الى الايه الى الانود تمام كده ده باختصار للدايود طب ايه بقى الدايود الباعث بالضوء الدايود العادي احنا عارفينه اللي بيسمح مرور التيار من الانود لمين الكاثود طب ايه بقى الدايود الباعث بالضوء ده ليش نسيت وكل اللي انا بعمله يا جماعه انا بعمل حاجه اسمها لمبه ضوئيه الكترونيه تحتوي طبعا على الكترونات او الكترونز لا تحتوي طبعا على كتيله او تسخين او غاز او نفس او ايه او الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده ولكن الضوء بيصدر منها نتيجه مين حركه الايه الالكترونات داخل السيمي كوندكتور زي ما انت شايف تمام الايام طبعا بدات الانصدام الكبير او الانتشار في استخدام الالكترونيات في عمليه انتاج اللمبات لانها تمتاز بالقدرات المنخفضه جدا وبالذات الشمسيين بداوا يستخدموها كمان في السيارات لان السرعه الاضاءه بتاعت اللمبات تستخدم من اللمبات اللي هي لسه شرحناها من شويه كانت الباور بتاعتها عاليه وبتنشا وبتولد عنها حراره كبيره جدا تمام فكانت بتاخد باور كبيره من بطاريه العربيه او الموديل بتاع العربيه بدأوا الأيام دي يستخدموا اللمبات الليد علشان يقللوا من استهلاك مين؟ من استهلاك الطاقة وبالذات لو هيستخدم بعد كده في السيارات الكهربية. يعني لو استخدم سيارات كهربية بعد كده يبقى يهمه قوي إن القدرة الكهربية المستهلكة تكون صغيرة علشان يقدر يوفر قدرة كبيرة للنقطة زي الحركة العربية. فبالتالي بدأوا يستخدموا مين؟ يستخدموا الليد لأنها بتدي كفاءة عالية جدا مقارنة باللمبات العادية. يعني لو بصينا كده دي اللمبات الليد الموجوده شكل الموجود يعني شكل الليد ده شمسين يكون ممكن يحطه في شكل بالمنظر ده او يحطه في شكل انبوبه كده بالمنظر ده او ممكن يحطه في شكل حاجات بالمنظر اللي قدامنا ده كده ده بالنسبه للمبات الايه اللمبات الليد طب ازاي بقى الضوء بينتج من اللمبه الليد نبص كده يا شمسين احنا طبعا قلنا قبل كده الضوء هو عباره عن طاقه الطاقه دي بتنتج او تنبعث من الذره في صوره ايه اشباه مسيمات تسمى الفوتونات الفوتونز تكون لها كميه حركه وكتلتها بتساوي كام؟ صفر لانها كتلتها تقريبا ايه؟ صغيره جدا تكاد تكون بتساوي كام؟ صفر سميت باشباه مسيمات لان الضوء له طبيعه مزدوجه يمكن ان يكون موجة ويمكن أن يكون جسيم
طيب الفوتونات اللي عندنا بتطلع من الذره نتيجه لحركه الالكترونات، ففي الذره تتحرك الالكترونات من مدارات دائريه حول النواه ويحتمل نصف قطر المدار على كميه الطاقه التي يمتلكها الالكترون، وكلما كانت الطاقه الكهربائيه كبيره كلما كان نصف القطر ايه ابعد من النواه. طيب دلوقتي يا باشمهندسين احنا عاوزين نشوف الايه اللي بيتولد ضوء ازاي. بيقول لك عندما ينتقل الالكترون من مدار منخفض الى مدار اعلى فالنواه يمتص طاقه خارجيه يتم الانتقال، اما في حاله عوده الالكترون في المدار الاكبر الى المدار الادنى فانها تتحرك طاقه يحملها فوتون تساوي فرق الطاقه بين المدارين. طاقه الفوتون دي تتحدد بفارق الطاقه بين المدارين الذين انتقل بينهما الالكترون، وهذا يدل على ان طاقه الفوتون يمكن ان تكون متغيره حسب المدارات التي حدثت بها الانتقالات والتغير في طاقه الفوتون. طيب في حاله الدايت باهل والبين جاكشن شمسي الالكترونات الحره تتحرك عبر البي ان جنكشن في اتجاه الفجوه الهول، زي ما احنا عارفين طبعا ان في الكترون بيتحرك باتجاه مين؟ باتجاه الهولز. وده بيعني ايه يا فوزين؟ بيعني الالكترون عندما يتحد مع الفجوه كما لو انه انتقل من مدار عالي الطاقه الى مدار منخفض الطاقه، وتنطلق الطاقه على شكل فوتون، ولكن لا نرى الفوتون المنبعث الا اذا كان ذو طول موجي في الطيف المرئي، وهذا لا يتحقق في كل انواع البي ان جنكشن. يعني الدايود العادي يا جماعه مش هتشوف الالكترون وهو بيتحرك ولا هتشوف الفوتون وهو بيتحرك. تمام، الدايود المصنعه من ماده السيليكون يكون الفوتون المنطلق في منطقه تحت الحمراء من الطيف الكهرومغناطيسي ولا يرى بالعين المجرده، ولكن له تطبيقات هامه في الريموت كنترول، تنتقل التعليمات من الريموت كنترول الى التلفزيون على شكل نبضات فوتونيه في اشعه تحت الحمراء يجتمع السنسور لاستقبال التلفزيون. زي بالظبط يا جماعه الدايود كده بتاع الريموت حته اللمبه اللي قدام الريموت. طب للحصول بقى على بي ان جنكشن بتعطي ضوء مرئي يستخدم مواد ذات فارق طاقه اكبر بين مدار الالكترون في الماده ان والماده بي، يبقى انا هستخدم ماتيريال ثانيه لها ايه؟ لها فارق طاقه يكون اكبر في حاله الانتقال من مدار الى ايه؟ الى مدار. التحكم في الفرق ده فرنسين يحدد لون الضوء المنبعث في الدايود عند اتجاه الالكترونات من الفجوه خلال البي ان جنكشن، ورغم ان كل انواع الدايود تعطي ضوء الا ان جزء من هذه الضوء يعاد اختصاصه داخل وسط الدايود، وبعض الليدز تصمم بحيث يتم توجيه الضوء الى الخارج من خلال ماده بلاستيكيه على شكل مصباح شبه كروي زي ما في الشكل قدامنا ده كده لتركيز الفوتونات المنطلقه في اتجاه محدد. وعموما فان لمبات الليد اصبحت الاهم، ليه؟ لانها طبعا ما بتولدش عنها ايه؟ ما بتولدش عنها حراره، والاستهلاك بتاعها منخفض جدا، متوفره باشكال كثيره جدا. تمام؟ يبقى انا بستخدم مع البي ان جنكشن من السيليكون او الجرمانيوم ماده بلاستيكيه، الماده البلاستيكيه دي بتعمل على انبعاث ايه؟ على انبعاث الطول. ده كده يا جماعه بالنسبه للجزء ايه؟ بالنسبه للجزء اللي انا عايز اقوله النهارده بالنسبه للمنبات او المصادر بتاعه الاضاءه. في اي مشكله يا جماعه؟ لا يا دكتور تمام. يا ريت برضه الناس يا جماعه تذاكر الكلام ده علشان بس ايه؟ تفهموا اكتر يعني، لما تقرب نفسك اكتر هتفهموا ان شاء الله. واحنا هناخد الجزء بتاع اضاءه الشوارع يا دكتور ولا؟ تمام، ده اضاءه الان؟ في جزء كده كان بإضاءة الشوارع. اه ان شاء الله. طيب تمام. هديك إضاءة الشوارع المرة الجاية ان شاء الله، وهديك معاها الجزء بتاع الايه الكويز. ماشي يا دكتور شكرا. يبقى الكويز ان شاء الله شمسين المرة الجاية. الناس بقى تذاكر ان شاء الله أول أربع محاضرات وأول شيت. يعني أول أربع محاضرات وأول شيت بالإضافة إلى الأمثلة الموجودة في الكتاب. تمام يا دكتور تمام. لغة في اي تساؤل يا شباب؟ باشمهندسين ايه يا دكتور في اي تساؤل؟ تمام ماشي، اشوفك على خير ان شاء الله. شكرا.